بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، نحن في حلقة جديدة من حلقات سؤال جواب، والحلقة دي اليوم غادي تكون حول الجواب على السؤال اللي طرحه سي حميد. سي حميد يقول: السلام عليكم دكتور، أريد أن أستعمل الجانوديرما ولكني قرأت أنه خطير على الذين يستعملون دواء ضغط الدم، أريد إفادة في هذا الموضوع وشكرا دكتور. إذن الأخ الكريم سي حميد اللي كيقول أنني أريد أن أستعمل الجانوديرما ولكن سمعت على أنه يعني له مشاكل خاصة مع الناس الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم. إذن أول حاجة، عندي ارتفاع ضغط الدم بمعنى أنه يجب علي أن أرى ما هو المشكل، واش هناك ضيق في الأوردة والشرايين، أو كان هناك يعني السعة ديال الأوردة والشرايين عادية ولكن وقع لي أن نودام من خلال لي توكسين أو من خلال لي زاسيد أو نيفو ديال الدورة الدموية. هادو أول حاجة سي حميد تعرفها، إذا كان عندك هاد واش عندك ضيق في الأوردة والشرايين أو لا عندك اون هيبر أسيديتي في الدورة الدموية ولا عندك دي توكسين اللي غتخلي أن نودام يكون كبير والقلب غيدير مسكين انيفور باش يحاول يوصل داك لو فوليوم الجديد اللي فات القانون في الدوره الدمويه ديالك. وبالتالي اول حاجه كنقوم بها هو نشوف الامكانيه ديال انه عندي نفايات في الدوره الدمويه ديالي. عندي نفايات في الدوره الدمويه ديالي، اول حاجه كنقوم بها: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. الصيام هو الوسيلة رقم واحد للتخلص من جميع النفايات اللي كاينة في الدات ديال الإنسان، خاصة في الدورة الدموية، وهذا أعطى نتائج كبيرة وأعطانا نتائج جد إيجابية مع الناس اللي عندهم ليبرتونسيون. هذه الأولى. ثانيا كنشوف شي حاجة اللي كتجري لي الدورة الدموية باش تخلي أن عوض ما يكون هناك أنفور كبير مع شي دم اللي خاطر شوية، كنقول اللي عندي نشوف شي حاجه اللي غتجري ليا الدوره الدمويه، وما بين الاشياء اللي كتساهم في الجرايين ديال الدوره الدمويه وهو العصير ديال الثوم من جهه، هو الثومه والعصير ديال المعدنوس. ثم كنجي لواحد الحاجه اللي غتنقي لي الذات ديالي من النفايات، وما بين الاشياء اللي كتنقي الذات من النفايات ومن خلال الابحاث التي اقيمت عليها الكانوديرما. اذا الا خديت الكانوديرما وعرفتها بانها غتنقي لي المحيط ديال الخليه ديالي، والخلايا اللي عندي هو دوك لي زيموغلوبين، والمحيط ديال الهيموغلوبين لما غادي يتنقى اوتوماتيكمون لي زيموغلوبين غيمشيو كيتساروا بسمتو باريحيه في الدوره الدمويه، وغيوصلوا لي الاكسجين الى كل المكونات ديالي، وغيوصلوا لي التغذيه الى كل مكونات الدات ديالي. وبالتالي هنا كيجي الكانوديرما بفعلي تنقيه المحيط ديال الخلايا ديالي، لا على المستوى ديال الدوره الدمويه ولا على المستوى ديال جميع المكونات ديال الدات ديالي. فاش كنقول ماده تنظف، راه ماشي كتنظف غير الدوره الدمويه وعندها اختصاص غير في الماده الدوره الدمويه اللي تنظف فيها، لا، لما كناخذوا واحد الوجبه الغذائيه اللي الدور ديالها التنقيه، راه كتنقي لو سيستيم من الراس ديالي حتى للرجلين ديالي. اذا الكانوديرما كتلعب دور ديال انها تطرد السموم من كل الذات، وبالضبط من الدوره الدمويه، وكتلعب دور كذلك انها كترفع من مستوى المناعه، وكتلعب دور ديال انها كتعطيني نسبه كبيره جدا من الاكسجين للذات ديالي. وحنا كنعرفوا بانه الذات ديالنا في حاله الى في حاجه ماسه الى الاكسجين، وخاصه الكريات الحمراء في حاجه ماسه الى الاكسجين، اضافه الى ذلك انها كتلعب دور ديالها انها كتقمع الخلايا السرطانيه. فاذا كانت مع الثومه ومع الصيام ومع العصير ديال المعدنوس كاين هناك تسريع الدوره الدمويه، ثم مع الكانوديرما تنقيه ديال الدوره الدمويه، فهذا ما كنظنش انه غادي يرفع ليا النسبه ديال لاطونسيون في الذات ديالي. ولما مشينا مع العديد من الاخوان اللي كان عندهم هذا المشكل وعطيناهم هذه الوصفه هذه، كانت النتيجه ايجابيه، ونتمنى ان ليك كذلك السي حميد تكون عندك النتيجه ايجابيه، ونتمنى كذلك من الناس المتتبعين ديال قناه الدكتور محمد وحسين تكون عندهم هذه النتيجه ايجابيه. وغتكون لنا كذلك حلقات اخرى غادي نبقاو نزيدوا نوضحوا فيها المشكل ديال لاطونسيون
ليبرتونسيون وليبوتونسيون وامراض القلب والشرايين اللي غتخلينا نوليو كلنا كنعرفوا اشنو هي امراض القلب والشرايين وكيفاش يمكن لينا نتعاملوا مع امراض القلب والشرايين باش نخرجوا منها بدون اثر سلبي على العمل الفيزيولوجي الكلي في الذات ديالنا. لكم مني افضل التحيات الدكتور محمد أحسين.